السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم راني عاودت رجعت لكم مع لي فيديو وراني فرحانه بزاف لي، وانا تصدقوني توحشتكم وتوحشت تعليقاتكم، ونشكركم كثير اللي سالوا عليا وكنت غايبه على خاطر كانوا عندي ضياف، وراني عاودت وليت لكم. واليوم راني وصلت لكم الهريسه السوريه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وندروق ما نطولش عليكم باش نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبدا بالمقادير تاع الهريسه. حاجه الاولانيه نبدا لكم بالشربات اللي طيبته. هنايا درت زوج كيسان، الكاس اللي راكم تشوفوا فيه عبرت به هذا الشربات. وسيت زوج كيسان سكر وزوج كيسان ماء، وطرونش تاع القارص كما راكم تشوفوا تشوفوا في كاسرونه وتشوفوا في قنطار. غلي بعد ما يبدا يغلي نحسبوا له 15 دقيقه، نطفيوا عليه النار، ومن بعد نوسيو ثلاث مغارف كبار تاع ماء زهر هكذا ونحطو قدامنا باش يكون بارد. نبداكم مقادير تاع الهريسه. عندي هنايا كاس حليب، عندي كاس تاع ياغورت ناتشورال، عندي نص كاس مارغارين او زبده راهي دايبه واجده قدامي، عندي كاس وثلث تاع السكر، عندي زوج كيسان ونص تاع سميد، سميد متوسط ودائما نقعدو في نفس الكاسة. هنايا عندي مغرفه صغيره تاع لافاني، وعندي باكي خماره تاع الكاطو. هنايا نواسيه قرص ملح. نبداو بسم الله. هنايا عندي هذا المول اللي نواسي فيه الهريسه. نبدا بسم الله، نبدا بالحليب. نتوما كذا كاس اللي تعبروا به كملوا به هذا العبر تاعكم. كاس ياغورت ناتشورال ويكون ماذا بكم بيكون ما فيش اي دوق، يعني طبيعي. نواسي الزبدة وندير السكر. نخلط هذا السائل تاعي، نخلطه مليح، مادابيا نخلط حتى ما نحطش هذيك السكر. هنا بعد ما خلطت مليح دوق نواسي هذاك السميد متوسط، ماذا بيكم متواسيوش الخشي، واسيو متوسط. هنا عندي باكي مغرفه صغيره تاع لافاني عفوا، وهنا عندي باكي خماره تاع الكاطو، نواسي معاها قرصه هكذا تاع الملح. نخلط الخليط تاعي هكذا. هنا مادا بيكم قبل ما تبداو هاد الهريسة السورية دايما حضروا الشربات وخليوه على جنب يبرد. طريقة سهلة وتناسب شهر رمضان. بعد ما نتأكد لي خلطت مليح نحكم البلاطو تاعي. هنا وسيت بابي كويسون في قاع البلاطو، وفي الجناب دهنتو بالزيت هكذا. بسم الله. نسي هكذا البلاطو تاعي، انا غطيها ونخليها تريح. بعد ما تريح لي 10 دقائق نعاود نريح باش نزينها باللوز. هنا بعد ما ريحت لي الهريسه 10 دقائق نزينها باللوز، وانتم ماشي مشروط تنجموا تواسيو لها كاوكاو والبيستاش الشيء اللي عندكم في الدار، زينوا هاد الهريسه تاعكم هكذا. نزينها هكذا عشوائيا. بعد ما كملت زينت الهريسه تاعي باللوز، انا راه الفوق تاعي راه سخن لي وسيتو على 180 درجه، ودوك ندخلها طيب. بعد ما طابت معايا الهريسه شدت لي 25 دقيقه في الفوق، ودخلت الموز حتى شتا طابت لي ودات هذا اللون شباب كما راكم تشوفوا فيها. نتوما الا وسيتوها في هذا البلاطو اللي وريته لكم اللي ينحل، دائما كي تخرجوها باش قبل ما توسيوها بالشربات دائما وسيوها في سنيوه واحده اخرى.
سنيوه واحده اخرى باش كي تقطع ما تقطركمش على البوتاجي ولا على السنيوه اللي تدخلوها الفوق. هاي دوك راهي عندي سخونه هاد الهريسه، دوك نسقيها. واش نواسي؟ نواسي هكذا، نحاول نقسمها باش هذيك الشربات تدخل لي في قلبه. هكذا نقسمها، كي قسمتها ذو الوقت نواسي لها هذيك الشربات. الهريسة تاعي شربتها مليح بالشربات، نخليها تبرد مليح ونوسيها في الصحن التقديم ومن بعد نوريها لكم ان شاء الله جاهزة. بعد ما كملت سقيت الهريسة تاعي خليتها شربت مليح وبردت لي باش زينتها في الصحن التقديم كما راكم تشوفوا فيها. نتمنى ان شاء الله تعجبوا هذه الوصفة بزاف وبنينة وتناسب لشهر رمضان. خليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله مع المتقى. شاركوا في قناتي ليوصلكم جديد. خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.